النهارده بيعود لاعب مصري مهم جدا للبريمير ليج احمد حجازي الف مبروك ويسبروم بيرجع مره ثانيه للبريمير ليج بعد تعادله مع كوينز بارك رينجرز مهم جدا ان احنا يبقى عندنا عدد لعيبه كتير في الـ في التوب ليفل في الـ في في اللعيبه اللي بتلعب في, في افضل دوريات العالم كلنا فرحانين بالمحمدي وتريزيجيه واكيد قبليهم صلاح ودلوقتي حجازي بيرجع مره ثانيه وان شاء الله ان شاء الله استون فيلا يفضلوا موجودين في البريمير ليج مع لعيب او اتنين كمان آه يسافروا ويتنقلوا للبريمير ليج يبقى عندنا ست سبع لعيبه مصريين في بريمير ليج هتكون آه اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر آه الاول و و و والمصريين دايما بيتلفوا حوالين اللعيبه المصريين لما بيلعبوا في افضل دوريات العالم وده عشناه آه سنين طويله دايما اللعيبه دي بيبقوا مصدر فخر لنا فمبروك عوده حجازي آه حجازي لعيب من اللعيبه الرجاله جدا ولعيب آه توب بروفيشنال لعيب محترف بشكل كبير جدا ولعب دور كبير جدا مع ويسبروم ان هم يعودوا مره اخرى البريمير ليج تحت قياده بليتش بروم فريق من الفرق المحترمه في انجلترا طبعا من الميدلندز من مدينه برمنجهام واحد الفرق العريقه في في الدوري الانجليزي يعني الناحيه الثانيه هل بينزلوا للاسف هل بينزلوا استاذ علام طبعا المالك المصري مجدي علام نزلوا للدرجه الليج 1 اللي هم اللي تحت الشامبيونشيب وويجن النادي بتاعي السابق طبعا تعرضوا لمشاكل كتير كبيره جدا وخصم منهم نقاط وبينزلوا للدرجه الثالثه للليج 1 وتشارلتون احد الانديه الكبيره جدا في 2005 و2006 و2007 ونادي لعب فيه نجوم كبار زي هاسل بانج وزي هولاند وزي دارين بنت وزي لوك يونج وزي نجوم كتير لعبوا في في هو كركوري نجم المنتخب المغربي كلهم كانوا بيلعبوا في, في تشارلتون بينزل للدرجه الثالثه وبيواجه مشاكل كتيره جدا طبعا احد انديه احد انديه احد انديه لندن فالبريمير ليج السنه الجايه هيبقى مختلف بوجود ان شاء الله لعيبه مصريين كتير موجودين باذن الله استون فيلا يبقى آه وهيبقى في منافسه كبيره جدا آه بعوده العملاق ليدز يونايتد بعد سنوات طويله من التواجد في اللور ليجز او المستويات آه المستويات آه الادنى واخيرا آه بيلسا بيحقق حلم جماهير ليدز يونايتد بالعوده مره اخرى لل للبريمير ليج وبيتصدروا الشامبيون شيب ب 93 نقطه بعديهم بيجي ويست بروم 83 نقطه وفي بلاي اوف طبعا الثالث برينتفورد هيلعب سوانزي سيتي السادس في البلاي اوف والرابع فولهام هيلعب كاردف سيتي والبلاي اوف فاينل هيبقى في ويمبلي اكيد كالعاده في المباراه التاريخيه اللي تعتبر اغلى مباراه في العالم لان اللي بيفوز بيها بيفوز ب 190 مليون جنيه استرليني. الدوري الانجليزي جميل، دوري لكل متابعيه اثاره دايما موجوده في المنافسه على على القمه، منافسه على مقعد اوروبي، منافسه على الريليجيشن او المناطق الهبوط، منافسه كبيره جدا موجوده في الكره الانجليزيه.